السلام عليكم، معكم ايوب بوعدود مع سارة ايوب بني ملال. تيجينا الزيتون في المرحلة الاولى عن طريق في الصناديق البلاستيكية او الاكياس البلاستيكية. في حالة جانا في الاكياس البلاستيكية كنديروه في الصناديق البلاستيكية، تكون التخزين ديالو لمدة واحد 6 سوايع ولا 10 سوايع، كيدوز في مرحلة ديال الغسيل. الغسالة هي كيتغسل وكيتفرز، عملية الفرز ديال الاوراق والنفايات اللي كتكون داخل الزيتون. من مورا كدوز عملية الطحن، كيتطحن الزيتون في الحجره البلديه، كياخذ المده ديالو تقريبا الكافيه على حسب السلعه كيف دايره، تتراوح المده ما بين ساعه حتى ساعتين. من موراها كدوز لمرحله العصر، يعني كياخذ المده ديالو كل بريس كيهز تقريبا واحد 120 كيلو، كتبريسها في المده ديال ساعه تقريبا. كتكون واحد في الاول كنطلقوا البريسيون بالبطء باش تخرج الزيت دقه دقه باش ما تحرقش. من موراها كتوصل البريسيون ديال 400 بار. من موراها صافي كدوز العمليه ديال تتقسم على جوج، الناس اللي كيبغيو الفلتر كنهزو الزيت نديو الفلتر مباشره، وكاين اللي كيبغيها تبقى تختار كتبات 24 ساعه، والغد اللي في الصباح كنهزو داكشي اللي تصفى منها تتبقى واحد الكميه قليله مع الماء كندوزوها في الفلتر هكا باش تصقوا ما تنضيعوا لا زيت لا ما تنضيعوش الزيت، وكنحافظوا على الجوده ديالها. هادو هما المراحل ديال دابا حاليا كنهضروا انا على التجربه ديالي في البلديه. خدمت انا البلديه هاد العام، الروميه ما خدمتهاش كاع نهائيا. في البلديه قبل الشتاء كانت الروندمون وصل واحد 12 13، في المورا الشتاء هبطت واحد شويه، يعني هبطت حتى ديك 11 10 وطلعات وصلت 14، ولكن من بعد هاد الحراره هاد الايامات طلعت بلي ثاني النسبه ديال الزيت رجعت لواحد الدرجه كثيره، رجعت ل 10 و 11 و 12. وهذا الشيء عنده علاقه ثاني كيختلف بالمناطق، وكاين شي عوامل خصنا تاهما نبنيو عليهم. كاين الناس الله يهديهم اللي كيبيعوا الزيتون هو غيسوسو غدا وتيسقيه اليوم، هذا الشيء تيأثر في العوامل ديال ديال الزيت. كاين الناس اللي نورمالمون المعيار خصو يكون الزيتون قبل ما يتساس خصو واحد 10 ايام ولا على الاقل 8 ايام ما يتسقاش، باش تكون النسبه ديال الماء منخفضه وتكون الروند ما طالعه. دابا الناس تشوف غير الهامش ديال الربح، كتبات تسقي فيه والغد لي تسوسو، يعني الزيتون شبعان ما يعني كيتزاد الوزن ديالو، يعني اوتوماتيكمون الروند ما غتكون ناقصه. يعني قلت لك بزاف د العوامل، كاينه ثاني الارض السقويه، كاينه الارض الحجريه، كاينه المناطق اللي معروفه عندنا بالزيت، كاين شي مناطق معروفه ما كتعطيش الزيت. وما نكروش دازو عندنا حالات خاصه، بحالاش كاينين حالات عطاتهم 7 8 يترو، كاينين حالات خاصه كاينه 6 17، كل واحد التهلو ديالو في الزيتون. ولكن كنشدو المعدل حاليا دابا كاينه بين 12 14، داكشي تتكون على حساب الجنان. وعندنا خدام بخصوصا تنهضريكم على السلعه البلديه اللي كاينه من عرب من غرب العلام حتى لعندي طرف معنصر، عن الطريق من الطريق الفوق، هذه السلعه باش خدام انا حاليا. كاينين بعض النقاشات ديال الناس، السلعه الروميه عاطيه 16 17، السلعه ديال مراكش عاطيه 18، ولكن رحنا على المنطقه اللي عندي ديال البلديه، هادشي اللي كاين. وكيف تشوفوا هي متواجده معايا هنا، هي ورايا، هذه مرحبا بكم. دابا تقريبا الزيت تبقى مع المستهلك من 85 درهم حتى 95 درهم، هذه الزيت البلديه 100%. الا كان تقل من هذا الثمن كاين علامه استفهام واضحه تما. دابا اول حاجه نقدر نصح بها المستهلك، الا خصو تكون اول يتسرع على مصدر طاقه، حيت الطاقه كتلعب دور كبير في هذه النقطة. دابا إلا كان تعرف واحد السيد عنده طاقة يقدر ياخذ من عنده الزيت، ماشي مشكل. علاش؟ غادي طاح عليه رخص إلا طحن، الإنسان تيمشي غالط، تيقول لا طحنت غتقام عليا رخص. حاليا صحاب المعاصر راه ما حاسبش لا معنصرة ديالو، ما تيحسبش لا خدامة، ما كيحسب حتى حاجة، يعني كيشوف السلعة بشحال طايحة عليه كيطحن ودير البركة وغادي. أما الطحان لا، راه كيشري الزيتون وغادي يخلص ثمن الطحين ديالو. يعني كنلاحظ أنا 80% ديال الناس كيطحنوا كتقام عليهم غلا من الثمن اللي كنبيعو، تيقول لي كيفاش أنت كتبيع ب 90 وأنا كطيح عليا ب 93 و 94. أنا راه ما حاسبش لا معنصرة، ما حاسب حتى حاجة، يعني تحاسب غير الزيتون صافي تنقسم على ليطروات وتنبيع للناس، ما حال ديالي يعني تنقول ماشي مشكل. أما الطحان فاش كيحسب كيشري الزيتون بواحد الثمن وكيزيد عليه الثمن ديال الطحين، خصوصا إلا كان ديبلاسي من مدينة أخرى ولا هادي، يعني كيكونوا تيطلع عليه في الثمن. هذه من جهه، ومن جهه اخرى ديما الانسان يروم السلعه البلديه. السلعه البلديه كتكون تتحافظ على الجوده ديالها العام كامل، كتكون حلوه وكتكون فيها واحد البنه ديال الزيت. السلعه الروميه هي ما كنطعنش فيها، ولكن هي ديورها لحوايج اخرى، للتصدير للطياب، يعني بزاف د الحوايج. انا كيعيطوا لي الناس يقولوا بغينا شويه هكا شويه، انا للاسف ما كندخلش الروميه حيت كنحاول ندير اكتفاء ذاتي ديال الناس كاملين عندي بالبلديه، الشاش ما خديتش الروميه.
الرساله ديالي للمشترك يحاول ديما ياخذ السلعه البلديه، ولا بغى ياخذ الزيت خصو يكون مأكد مع مصدر ثقه ما ياخذوش من عند اي واحد. والنقطه الثانيه اللي هذه خصني نسطر عليها مزيان، خصهم يتفاداو يتقداو من الحوانت، حيت كاين الغش بزاف في الحوانت حاليا. المعاصر ناط لينا لونصا، يعني كاين انضباط مزيان في المعاصر، ولكن كي بحال تيقولوا فلت لينا فلتوا لهم صحاب الحوانت راه دايرين ما بغاو دابا حاليا. فاش نسمع الزيت ب 70 درهم 75 درهم تنقول ما يمكنش مستحيل، انا اللي حريفي كطيح لي 88 85 87، كيفاش واحد منحوت يبيع فيها 75؟ الا كاين علامه استفهام كبيره تما، وهذه هذا واحد المنتوج خص الانسان تياكلو. الصحه ديال الانسان هذه ما غاديش، ما خصوش يفرط ويقول ماشي مشكل وين يتبع الرخاء. شتي الا لقيت الرخاء راه داك السيد اللي كيبيع لك بالرخاء راه ماشي غلط، ولا هو ما عارفش يبيع باش ما عارفش يبيع لك بالرخاء. الا لقيت الرخاء دير علامه استفهام تما وسطر عليها مزيان، راه الصحه ديال الانسان مهمه. مرحبا. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.